بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأن متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو